اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج سر النجاح. انا معاكم حسن مغربي. النهارده احنا موجودين على ارض مدينه القصاصين، هذه الارض التي حظيت بكثير من الاهتمام في انتصارات حرب اكتوبر، وكان فيها مشاركين كتير جدا من محافظه الاسماعيليه مركز ومدينه القصاصين في ظل انتصارات 6 اكتوبر. النهارده في جانب من جوانب الحلقه المهمه جدا اللي بندشن من خلالها ونوثق حياه هؤلاء الابطال اللي احنا شرف لينا ان احنا بنصور معاهم النهارده، الحاج سليم حسن محمود حلوف من مركز ومدينه القصاصين. النهارده هنعرف مع كل التفاصيل اللي حصلت خلال الانتصارات والكواليس اللي هم حضروها، هيحكوها النهارده لكل المتابعين على مرأة ومسمع من الجميع. حاج سليم اهلا بيك. اهلا وسهلا. يعني منورنا في اول حلقه من حلقات البرنامج اللي بتتكلم عن انتصارات حرب اكتوبر. طبعا يوم اول يوم 10 رمضان، طبعا احنا عشنا في الست سنين دول حرب استنزاف بيننا وبين اسرائيل، تراشق شغال ليل نهار. جينا في اول رمضان قال لك انتوا ايه؟ ان شاء الله هتطلعوا يوم 10 رمضان. طيب ماشي، بس تعملوا ايه؟ كافه الاستعداد. طبعا احنا مدفعيه بضد للطيارات، حراسه على الرادار. حراسه. طبعا الرادار ده اللي بيكشف لنا الطيران ساعه ما يطلع من مطارات اسرائيل، وبيكشف لنا كل حاجه، واحنا جاهزين اللي على صواريخه صواريخه ولا على مدفعيته مدفعيته. احنا طبعا مدفعيه مضاده للطيران 37 مللي. واخد بالك؟ ايه جاب بقى ايه؟ قال انتوا طالعين يوم 10. ازاي يا عم ده معقوله دي؟ ابدا، اسرائيل في البر ده واحنا في البر ده، واسرائيل معانا ها، واحنا هنا وهم هنا ونطلع. طب قال لك احنا اسرائيل مش محاربين. خلاص انا اتفقنا، خلاص هنطلع اسرائيل طيب ماشي. طب هنطلع قال يوم 10، ليله 10 يوم 9. بس قال من يوم 1 رمضان قال خليكم على كامل الاستعداد. يعني انتوا كنتوا مستعدين للحظه دي؟ مش مبينين ان احنا هنحارب. قال خليكم على كامل الاستعداد لغايه يوم 10 رمضان لما تطلعوا. ماشي. طبعا لا كان في نوم ليل ولا نهار ولا اكل ولا شرب. يعني عايزك بس تحكي لنا الجو وقتها كان عامل ازاي، والمناخ والظروف، الظروف المحيطه كانت عامله ازاي؟ كان يعني كان مش قادر اقول لك على ال 10 ايام اللي قعدناهم في رمضان، لا قادر اقول لك على الاكل ولا على الشرب. طبعا تعيين مجفف، ما فيش لا طبيخ ولا اكل ولا شرب ولا تعيين طازه، ولا كله اكل مجفف للطوارئ، بتاع طوارئ بسكوت وجبنه سستر ومعلبات فول وبتاع، ما عادي تفتح عادي. وعشنا ورمضان قال لك ان شاء الله بس تاخذوا كامل الاستعداد ال 10 ايام دول. ليله 9 يوم 9 ليله 10 اللواءات اللي ورانا استدعوا ضباط العمليات بتاع جميع السرايا اللي في منطقه العين السخنه. ضباط العمليات دي اللي هي غرف العمليات في الكتائب. ضباط العمليات. احنا منتظرين ضباط العمليات لما يجي عشان نشوفهم، عشان احنا ماشيين بكره، بس ايه مكسوفين ان احنا هنمشي بكره. يعني طب نمشي ازاي؟ مش مصدقين وزعلانين اللي احنا هنمشي، طب نمشي ازاي واسرائيل معانا؟ المهم يجي الضباط بالليل، الضابط بتاعنا يجي بالليل بتاع سرية الرادار سين 24 رادار، ايه عملت يا فندي؟ قال والله ادونا جوابات مكتوبه بالختم الاحمر، قال ما تفتحوش الجوابات دولي الا ما نتصل عليكم. ماشي. صبحنا الصبح اتصلوا قال لا ما اتصلوش، الظهر اتصلوا قال ما اتصلوش، الساعة 2 قال لك قواتنا عدت 15 كيلو في سيناء. طب احنا فين؟ قال لك المدفعية مقيدة والصواريخ مقيدة لأن قواتنا جوه والطيران بتاعنا مغطى. طب الأظرف دي بقى كان فيها ايه؟ الأظرف دي ايه اللي كان متواجد بداخلها؟ اللي كان موجود في لحد في الأظرف دي اللي هي ما اتفتحتش في سيناء؟ هي سينا بقى كان طهروا المنطقه بتاعت عين موسى، القوات بتاعتنا اللي عدت. طبعا دي قوات ما لهاش دعوه عدت من الكنال، لان ما احنا على البحر الاحمر مسافه بعيده بيننا وبينه. قال لك ايه؟ هم طهروا عين موسى وطهروا اللهم صل على النبي المنطقه اللي حوالي عين موسى كليتها، وخشوا 15 كيلو وطهروا الدشم بتاعت اسرائيل، قوات خاصه دخلت ونصب الكبار وعدوا والحمد لله تمام التموت. قال لك ايه؟ الطيران بتاعنا غطى عليهم، قال لك الطيران سحب، المدفعيه حر والصواريخ حر، اي حاجه في الجو اضربوا عليها. اول ما جالنا الفانتوم كان لسه طالع جديد، اول مره نشوف الفانتوم والمراج،
وقعنا واحدة فانتوم وإحدانا في العين السخنة في الرادار جايين يضرب الرادار، وقعنا واحدة فانتوم فيها اثنين طيارين، طيار نزل مسكنانا ده خدناه أسير، والطيار الثاني ولع في الطيارة، واثنين ميراج. أكيد أنت موضوع الأسير ده فاكر الملامح بتاعته وفاكر الشكل والمواصفات. احكي لي كده على شكل ان يكون يعني جندي مصري او عسكري مصري بيأسر واحد من العدو، يعني العسكري احساسك كان عامل ازاي؟ انا حجي لك. جالنا خبر تاني يوم ان اسرائيل لفت وقعدت في الجزيره الخضراء. الجزيره الخضراء دي قتله بين عين موسى وبين العين السخنه، الرادار اللي بتخش لهم التعيين والاجازات باللانشات من السويس. ديرنا قالك دير المدفعية إسرائيل احتلت فيها ومواتت القوات بتاعتنا اللي فيها بتاع 50 عسكري حراسة في الجزيرة الخضراء دي. ديرنا المدفعية اللي طهرناها أتابي داخل فيها 100 عسكري إسرائيلي 10 قوارب داخلين فيها، طهرناها بالمدفعية طيرناها وراحت داخل القوات بتاعتنا عين موسى، ودخلت الحتة اللي هي فيها المصيف دي بعد عين موسى على طول. اللي كان محمود مصطفى راح حديمه يا محمد يا حسام، واخد بالك؟ جابنا 40 اسير، 40 واحد 40 من العدو، من جيش العدو في حبال. بس مات منا حوالي يمكن 35 40 واحد. القوات خشت قوات جامده، خشينا لقينا فاضل عسكريين اثنين تحت الميه، دول هم من احدانا، والاسرائيليين ميتين، اللي مات واللي اسرناه في القوارب اسرناه. احساسك بقى عند موضوع الاسر ده كان عامل ازاي بما ان انت كنت حاضر الكواليس كلها؟ ايوه حاضر طبعا، امال ايه، انا كنت فيها. انا عايز اعرف احساسك كان ايه. انا كنت فيها انا. جينا بقى ايه اسرناهم وتربطوا في حبال وجبناهم في السويس عشان بتوع السويس تتفرجوا عليهم بتربطين. تاني مره اسرنا عساف بجوري، خشت قوات خاصه وقوات صاعقه وقوات خاصه، وقصروا شوية، مش عارف كم واحد كده، لأنهم عدوا قبلها بشوية على الحدود، إحدانا قوات حدود موتوا منهم شوية بالليل، ضفادع بشرية وقوارب. خشوا القوات بتاعتنا، راحوا قصروا عساف بجوري في المنطقة بتاعته، وقصروا إيه حوالي 25 واحد. يجوا بقى هم خشوا من الصغرى، لما خشوا من الصغرى احتلوا في جبل الجلالة وجبل عتاقة. طبعا الجبل عالي، مش احنا مش هم ملكينا، احنا مش ملكين. اشتغلت القوات الخاصه، ربط الحزام والقوات الصاعقه، حزام ناسف ويطلع متسلل يموت الخدمه، يقطم رقبته يموت، المهم يموت الخدمه، وروح قاعد في الدبابه فيها سته، يروح قاعد يقول اطلع، ان ما طلعتش هدمر الدبابه والمنطقه اللي فيها الدبابه. هم قاعدين يوقفين يتفرجوا، الاسرائيليين يتفرجوا على الدبابه والسواق طالع بيها، والعسكري بتاع ده واقف فيه يودي دي، خدوا بتاع 10 دبابات. الكلام ده في بعد رمضان. تمام. بعد رمضان اشتغلت المعركه بيننا وبين اسرائيل. احنا هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل. بعد ما ماشي. خلاص داخلين على لحظه ماشي. الانتصار ماشي. كان ازاي ماشي. هنروح لفاصل ونرجع مع الحاج سليم حسن محمد، احد ابطال انتصارات حرب اكتوبر العظيمه من محافظه الاسماعيليه. خليكم معانا بعد الفاصل. انشاء شبكات الري له اصول وقواعد في التخطيط والتنفيذ، سواء المزارع او المشروعات الزراعيه. عشان كده شركه 2H للمقاولات العامه واستصلاح الاراضي هتكون معاك خطوه بخطوه، وهتقدم لك كل اللي هتحتاجه من معدات وتكنولوجيا لازمة لأرضك. خلال الفترة الأخيرة شركة 2H للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي قامت بتنفيذ وتخطيط عمليات البدء لأكثر من أرض، وأنشأت كتير من المزارع الكبرى. ورجعنا لكم بعد الفصل ومكملين مع أحد أبطال حرب أكتوبر محافظة الإسماعيلية مركز ومدينة القصاصين، البطل الذي حضر يعني معظم أو كثير من التفاصيل الشاقة جدا للجندي المصري، البطل سليم حسن حلوف من مركز ومدينة القصاصين محافظة الإسماعيلية. يعني رجعنا لك تاني بعد الفاصل يا حاج سليم، وبنستكمل اللي اتكلمناه عليه في الجزء الأول. كمل لي بقى كده، احنا لما بدأنا ان احنا نخش على مرحلة العبور وخط بارليف والمراحل دي كلها، قوات العبور بقى دي طبعا القوات اللي خشت الأول اللي هو احنا ملناش دعوة بيها،
احنا قواتنا على البحر الاحمر، الكنال ده قصاده دشم خط بارليف، قصد الكنال مش قصد البحر الاحمر. البحر الاحمر واسع، يعني المدفعيه بتاعتنا اللي هي ميم دال اللي هي مضاده للدبابات ومضاده للحاجات دي يا دوب بتوصل، وهم بيوصلوا مدفعيتهم وصواريخنا وصواريخ. اما البحر الاحمر الكنال خطوه، هم فيها الدشم دي بقى. الدشم دي قال لك احنا طبعا اللي عاملين حسابها، قال لك الطيران مش هيقدر يعمل فيها حاجه. امال ايه اللي يعمل فيها؟ قال لك يعمل الافراد تخش تطهر. خش لها قوات خاصه طهروا. كان كم واحد تقريبا؟ كان بخش كم واحد العدد اللي دخلوا والله اللي فيها، اللي كانوا فيها كام واللي بره كام؟ اللي فيها في الدشمه بيبقى فيها حوالي 10 10 اشخاص. اللي بره، اللي بره بقى طبعا دخلوا على جد قوات كده، على داخلين على جد ده هو بالقنابل اليدويه والرشاشات، اعداد فرديه، قنابل اليدويه والرشاشات، طهروا المنطقه جوه اللي هي بتاعت الدشم جوه. طهروها واللي اثر انأثر وايه، وابتدت القوات تخش بتاعت اسرائيل. لما خش طريق قال لك لا، ما حدش تعامل معاهم، خليهم يعدوا. خليهم يعدوا عشان هنمسكهم واحد واحد. يجوا بقى لما عدوا قحتال اللي في جبل عتاقه وجبل الجلاله، اشتغل التراشق بيننا وبينهم الفتره دي. طبعا ايه، كنا بنجيب اسره والدنا بقى الشغاله التراشق بيننا وبين اسرائيل الفتره دي، وقت طيراننا ما يطلع يقول لك المدفعيه مقيدها عشان ما نلقاش طيران. المدفعيه طيراننا مشتبك مع طيارات العدو، وقت طيران العدو ما ينسحب او طيار يقول لك المدفعيه حره اللي فوق اسرائيلي نتعامل معاها. صواريخ والمدفعيه نتعامل مع الطيران. احنا شغلتنا كانت طيران، اما الشغلة بقى الجماعه اللي هم عدوا دولي، طبعا دولي احنا مش لنا دعوه بيهم. تمام. احنا شغلتنا الحراسه على الرادارات، ومدفعيتنا مدفعيه للدبابات والمدفعيه بيمدال للدبابات ومدفعيه اسقاط الطيارات بس. منطقه للطيران. دي مدفعيه شغلتنا الطيران. دلنا لغايه يوم العيد. بكره العيد. جينا قال لك اجتمعوا. العملية هدت، بس إسرائيل قاعدة فوق زي ما هي. العملية اتفقنا، قعدنا وكل لواء قعد بالقوات بتاعته في وسط القوات. قال لك ضرب النار نوقف بينه وبين إسرائيل الليلة دي. طب بعدين قال لك ضرب النار نوقف بينه وبين إسرائيل. نوقف. قال لك البوليس الدولي مسك الشارع من الزعفران للغردقة لرأس غارب لبورسعيد، خط كامل. قوات السلام بيننا وبين اسرائيل. حفظ السلام. حفظ السلام. اسرائيل حتنسحب. بتنسحب. برضو ما بطلتش. كان في مفاوضات وبتاع، بس الفوانيس والتراشق طول الليل هم يرموا علينا فوانيس. شغال. وشغاله، واحنا نرمي عليهم فوانيس عشان نكشفهم وما كشفونا. واشتغلت القوات الخاصه على الدبابات. اللي خلاهم خدعوا للسلام سحب الدبابات دي. الدبابات كان بخشوا قوات خاصة لينا أولاد صاعقة مظبوطة، دي التخصص بتاعهم، يخش متحزم وحط يده على الزرار بتاع الاستحزام. وقت ما يتناول الدبابة كده ما حدش يقدر يقرب عليه على أول. اطلع، يطلع يركب معاه ويقول له اطلع، فيها ستة فيها سبعة يطلع بيهم. لو ما طلعش حينسف الدبابة باللي فيها باللي حواليها، كل اللي حواليها حينسف. يطلع معاه يعد علينا، حط رفعه أسيرة على الدبابة إسرائيلية، يعد علينا تروح يسلمها في اللواء في مصر. وكل ليلة كده اشتغل لهم في كده في الجبل. لحظة الانتصار بقى بتمثل لك ايه؟ يعني لما حصل لحظة الانتصار واترفع العلم بتاعنا على اراضي سين، حلاوة الانتصار بقى. عشان نختم بالحتة دي بقى، يعني المهمة اللي احنا عايزين يعني كل احنا المتابعين يعرفوا، يعني احنا كنا لما بننزل اجازة في النكسة كان واحد زي ما كنا على وشه برجه زعلان مكسوف. ما عملنا حاجه، ده احنا جايين مصعبين، لا عملنا كتير ولا. لما بجينا بقى حربنا في 6 اكتوبر ونزلنا جزات، وقت الواحد راسه مرفوعه وماشي، جينا طالعه فرحه، في فرحه للطلعه، مش زي الدور اللي فات قال لك هتطلعوا، طب نطلع ازاي؟ في فرحه للطلعه، فرحانين طالعين منصورين 24 قرات، يعني حاجه مفرحه.
يجوا قال لك انت ايه بعد حوالي العيد الكبير خدنا رمضان والشهرين اللي بين العياد وبعد العيد الكبير بشهر 4 شهور ما شفناش اهالينا. ما فيش واحد شاف اهله. طول المده دي 4 شهور لغايه ما جانا امر بالطلوع. جينا لما يجي امر بالطلوع قال انتوا ايه هتطلعوا يوم كذا. ايوه خلاص ده فرحه للطلوع وبتاع احنا نطلع منصورين والحمد لله. واسرائيل ابتدت انسحبت من السويس من المواقع كلها تعدوا انسحبوا خلاص من المواقع من كل المواقع على من جميع المناطق وعدوا وكمان وقواتنا زي ما هي هناك في سيناء زي ما هي قواتنا وهم عدوا المرحله الاولانيه لغا قال لك المرحله الاولانيه 30 كيلو عدوا من قواتنا 30 كيلو عدوا وقواتنا قاعده متمركزنا وتمام وطلنا انا منصورين 24 قراط وكلها فرحه وتمام التمام. الحاجه بقى اللي انت حابب توجهها في نهايه اللقاء وان انت حضرت الانتصارات دي كلها وكنت احد الابطال في ظل تلك الفتره ايه اللي انت حابب توجهه للمتابعين معاك الكاميرا هتنهي مع الكاميرا كل اللقاء تقول كلمه ختاميه لكل الشباب اللي موجودين دلوقتي في الجيش والجيل اللي طالع والجيل اللي لسه هيخش والجيل اللي بيخلص جيش اقول له رسالتك ليهم ايه؟ اقول له احنا تعبنا في سينا تعبنا ومات منا ابطال ما يعلمها غير الله زمايلنا كل ما طلعنا من الديش بنعيط على زمايلنا اللي حبايبنا اللي كنا بناكل ونشرب معاهم وماتوا فجاه كده بقيت يموت زي يعني ما خدناش الارض بالسهل احنا خدناها بالتعب وخدناها بالاهانه وكل متر في سينا في عسكري ميت مدفون عسكري مصر فتحافظوا على الارض بتاعتكم على كل حبه رمل احنا سلمناها لكم نظيف 400% 24 جرات بس عليكم تحافظوا عليها والديش حلو ما برب رجاله الديش برب رجاله وتحافظوا على ارضكم واللي تعبنا عليها وتبقوا ابطال كده زي ابطال في حرب اكتوبر ويبقى الناس تفتخر بيكم. شكرا ليك يا حاج سليم احد ابطال حرب او نصر حرب اكتوبر العظيمه في مركز ومدينه القصاصين جينا لك مخصوص النهارده القصاصين في محافظه الاسماعيليه عشان نسجل معاك اللقاء ده ويعني على المستوى الشخصي مبسوطين جدا ان احنا يعني وثقنا حاجه اتشرفت بيكم وكل وعقبال السنه الجايه ندلع طيبين ان شاء الله كل سنه لينا طيبين كل سنه وتيجي تقعد معانا كل سنه وانت طيب ويعني كل سنه وانت طيب واحنا مبسوطين على المستوى الشخصي انك تكملوا من عندك ربنا يخليك شكرا ليك يعني ان احنا سجلنا معاك النهارده شكرا وخلص تحياتي ليك اتشرفنا بشرف بيك انك انت واحد قريبنا واحنا بنتشرف بالناس الحلوه والله الله يخليك والله شكرا بنتشرف بالناس الحلوه شكرا ليك على حالاتك الله يخليك ربنا يكتر من امثالك خلصنا حلقه مهمه جدا في مركز ومدينه القصاصين بمحافظة الإسماعيلية مع أحد أبطال حرب أكتوبر الحاج سليم حسن محمود حلوف من مركز ومدينة القصيم محافظة الإسماعيلية اللي حضر انتصارات مهمة جدا ويعني حكى لنا على كل التفاصيل اللي كان بتحدث على أرض سيناء الحبيبة لغاية ما استردناها وحطينا عليها العلم المصري ورجعنا كل جزء من سيناء الحبيبة حلقة مهمة جدا من حلقات برنامج سر النجاح تابعوها يوم الاثنين القادم خالص تحياتي كنت معاكم على مدار حلقة كاملة حسن مغربي